بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى يوم الدين قد يقع كثير من الناس في إشكال أو في مشكل أنه يتودر له ولا يفقد يفقد الرقم السري للبطاقة الذهبية البطاقة الباردية أو الذهبية هذه يفقد الرقم السري تاعها وبالتالي يضطر الى التنقل الى مراكز البريد المركزي في الجزائر العاصمه او طلبات تغيير البطاقه او غيرها، لذلك جئتكم بهذا الحل، الحل السريع والحل الفعال من بريد الجزائر، نشرت بريد الجزائر في الصفحه الرسميه تاعها هذا الحل. طيب لكل من فقدوا الرقم السري لبطاقتهم الذهبيه. لا لا تتعبوا انفسكم بالتنقل لمراكز البريد او حتى البريد المركزي او المركز الخاص بالبطاقات البريديه. هناك خدمه البريد الصوتي وضعت لمثل هذه الحالات. اذا الحل السريع هذا والحل الفعال هذا هو الاتصال بخدمه البريد الصوتي. الحل يقول في المنشور الحل الاتصال بالرقم الخدماتي 15 30، 15 30. لما تتصل بالرقم الرقم هذا الخدمات ولا خدمة البريد الصوتي بعد حصولهم لما تكلم معهم بعد حصولهم على معلوماتك الشخصية الاسم واللقب والتاريخ ومكان الازدياد والعنوان الإقامة ورقم الحساب الجاري تاعك ورقم الهاتف وبعد مرور مدة على, على الأكثر أسبوع بعد ما تتصل بهم وتعطيهم لكوردوني تاوعك وتطلب بالرقم السري الجديد اكثر تقدير اسبوع فقط على مرور اسبوع فقط راح يرسلوا لك الرقم السري عن طريق البريد يرسلوا لك عن طريق البريد في رساله عن طريق البريد ويبلغونك بذلك عن طريق رساله قصيره عبر الهاتف لما يرسلوه لك يجيك ميساج يجيك ميساج في الهاتف تاعك نصيحه اتصل بخمسة عشر ثلاثون ثم واحد للعربية ثم اختر خمسة لخدمات أخرى ثم اثنان خدمات البريد مدة الرد من ثلاث دقائق إلى ستة دقائق بسبب الاكتظاظ في شبكة الهاتف إذا الحل الفعال والحل السريع هو أنك تتصل بالرقم 1530 هذا خدمة البريد الصوتي تابع لبريد الجزائر لما تتصل بالرقم 1530 بعدها تختار اللغة اللي تكلم بها إذا حبيت تختار باللغة العربية تختار رقم واحد إذا حبيت تختار بال... تتكلم باللغة الفرنسية تختار رقم اثنين بعد ذلك يجيك اختيارات كثيرة أنت اختر رقم خمسة خمسة هو خدمات أخرى بعد ما تختار رقم خمسة اختر رقم اثنان ل... ل... لإمرارك إلى خدمة البريد الصوتي حتى تتكلم تتكلم مع البريد الصوتي مع مستقبل المكالمات بعد ما تختار رقم اثنان راح ي... راح تقعد مده ثلاث دقائق او اربع دقائق حتى يردوا عليك اذا اذا كان فيه اكتظاظ كثير في الاتصالات يردوا عليك والمكالمه هذه الدقيقه الواحده ب عشر دينار جزائري اذا قلنا الحل السريع والحل الفعال لمن فقد الرقم السري تاعه للبطاقة الذهبية لا تتنقل إلى مركز البريد لا تتنقل إلى مركز البريد المركزي في العاصمة ولا تفعل شيء الحل السريع والفعال الفعال اتصل بالرقم خمسة عشر بعد ذلك اختر اللغة العربية رقم واحد، وإذا حبيت الفرنسية رقم اثنين، بعد ذلك اختر خدمات أخرى في الرقم خمسة، اختر رقم خمسة، بعد ذلك اختر رقم اثنان لتحويلك إلى البريد الصوتي، تتكلم مع شخص له لكوردوني تاعك الاسم واللقب ومكان الإقامة رقم الحساب الجاري وتعطيله أن وتتكلم مع أنك فقدت الرقم السري وراح يرسله لك في رسالة عن طريق البريد يوصلك إلى المنزل في ظرف أسبوع. بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا باعجاب والاشتراك في القناه بارك الله فيكم حتى يعطينا دعم واستمراريه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله